قتل 8 عناصر على الأقل من حزب الله اللبناني، وأصيب أكثر من 20 آخرين، الاثنين جراء ضربة نفذتها طائرة بلا طيار مجهولة الهوية على موقع تابع لهم في منطقة صحراوية وسط سوريا، وذلك وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد مدير المرصد أن الطائرة مجهولة الهوية قصفت قرب منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية، وأوضح مصدر ميداني أن العمل جار للتأكد من هوية من نفذ الغارة. ومن ريف حمص ينضم إلينا الناشط الإعلامي صهيب العلي. سيد، يعني صهيب، هل من تفاصيل جديدة حول الغارة، وهل تم تحديد هوية هذه الطائرة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز، سلام الله مساءكم. قام حزب الله اليوم بإبناء أكثر من 8 عناصر لها قتل شرق السخنة، وقام باتهام التحالف بهذا الاستهداف وحال توتر شرقي حوت بشكل كامل على أطراف قرية السخنة وقرب قرية القريتين بسبب الهجمات المستمرة لقوات تنظيم داعش على الجبهة الشرقية لريف حمص الشمالي مع قصف مكثف من قبل المدفعية ورجمات صواريخ لقوات النظام من بعيد. لكن حتى تاريخ هذه اللحظة تثبيت لم يتم اي قوة تحالف دولي او روسي او غيرها تبني العملية يتم استهداف عناصر قوات النظام وعناصر حزب الله اللبناني شرقي ريف حمص شرق حمص، كذلك سلب الطائرة ايضا قرب اطراف قرية عقربات شرقي ريف حماة الشرقي. يعني حتى تاريخ هذه اللحظة لا يوجد يعني اي شيء يعني واضح او يتم اعلان عنه في الجبهة الشرقية لريف حمص الشرقي. شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي صهيب العلي، كنت معنا من ريف حمص.